بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا نتمنى الشهادة في سبيل الله، سنة عظيمة جدا ولا يعلمها أكثر الناس، كنز عظيم من كنوز السنة. روى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: من قال أعوذ بالله، من قال صباحا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم قرأ آخر 3 آيات من سورة الحشر، وكل الله له به 70,000 ملكا يستغفرون له إلى المساء، ومن مات قبل أن يمسي مات شهيدا، وإن فعل ذلك في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له ويصلون عليك حتى الصباح، وإن مت في يومك حتى في ليلتك تموت شهيدا. يبقى إذا لو أنت قرأت قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، تقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتضع يدك على الرأس. روى الإمام الأصبهاني أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقرأ سورة الحشر لما بيوصل للآية ديت جبريل بيقول له: ضع يدك يا محمد، ضع يدك على رأسك، فإنها رقية الصداع. بعدين حط إيدك كده، وأنا بعمل كده، وأقرأ: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. حط إيدك كده، بعد نمسح على كل جسمك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه الآيات رقية لجميع الأمراض، رقية لجميع الأمراض. يبقى أنت لما تمسح جسمك فيها اسم الله الأعظم كما روي عن عبد الله بن عباس وروي عن سيدنا أبي هريرة، وإذا قرأت وإذا فعلت هذه السنة تبيت مغفورا لك كل ذنوب إن شاء الله كبائر وصغائر، وإن مت فيها فتمت فأنت من أهل الجنة وأنت شهيد. انظروا إلى هذه المراقب العظيمة، فيريد كلنا نعمل هذه السنة العظيمة بنية الشهادة في سبيل الله، نية الرقية من الصداع، تحفظ المخ والرأس من سرطان المخ وسرطان وجلطة المخ، احتسب هذه النية. وبعدين امسح جسمك كله بعد ما تقرأ هذه الآيات احتسابا لأنها رقية شرعية من جميع الأمراض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جميع الأمراض إلا السام، السام أي الموت، وهيصلي عليك 140,000 ملك ويستغفرون لك بقى مليارات الحسنات. وفوق كل ده الشهادة في سبيل الله، لو مت تموت شهيدا، يعني 140,000 ملك يصلي يقتل عليهم وتموت شهيد، ورقية من جميع الأمراض فيها اسم الله الأعظم، وإن شاء الله تصبح مستجاب الدعوة، لأن أنت بتقرأ اسم الله الأعظم صباحا ومساء، فمناقب عظيمة جدا. قول قولها سفر أخسف الله.